وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية الأسبق. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عدلي. 4 سنوات مرت منذ انعقاد القمة الروسية الأفريقية الأولى، يعني حدث خلالها تغيرات دولية عديدة. برأيك هل هذه المتغيرات الدولية انعكست على القمة الروسية الأفريقية الثانية التي تنطلق غدا في روسيا بحضور الدول الأفريقية وعلى التقارب الروسي الأفريقي؟ طبعا تغييرات كبيرة حدثت من 2019 إلى الآن، على رأسها طبعا الحرب الروسية الأوكرانية اللي غيرت وجه العالم، وبالتالي العلاقات الأفريقية الروسية النهاردة لها وجه آخر مختلف. روسيا بتسعى لأنها تكون أكثر ارتباطا بالقارة الأفريقية، أكثر استثمارا فيها، أكثر تعاملا مع القارة الأفريقية. وربما هم الروس بيجدوا أن مصر مفتاحهم للقارة، باعتبار أن مصر مؤسسة كبيرة للعلاقات الأفريقية الروسية، 80 سنة على العلاقات بين مصر وبين روسيا، وده زمن طويل. طبعا العلاقات بين مصر وبين روسيا كمان لها روابط تاريخية قديمة، في مساعدة الجيش المصري، في بناء السد العالي، في بناء مجمع الألمنيوم، في كل مجريات التصنيع اللي تمت في مصر في فترة الرئيس عبد الناصر. وبالتالي الروس بيجدوا ان مصر هي مفتاحهم للقارة الأفريقية، وهم علاقتهم النهاردة مع القارة بتزداد. جنوب أفريقيا اصبحت عضو في البريكس، ربما بيسعوا اكتر لادخال عدد كبير من دول القارة الأفريقية في تجمع البريكس، بيحاولوا يجدوا وسائل للتعامل مع القارة من خلال مبادلات ديون والإعفاء بديون، الإمداد بالقمح الروسي، بالغذاء الروسي، وغيره من الأنشطة الروسية اللي بتهتم. طبعا ده في 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 إطار الاستقطاب الدولي على القارة الأفريقية. الروس يدركوا تماما أن هناك تنافس دولي قوي على القارة الأفريقية، على الاستحواذ على مواردها والاستثمار فيها والعمل مع دول القارة، والوجود في أفريقيا باعتبارها قارة واعدة وقارة قادرة على أنها تمد العالم بكثير من احتياجاته، من المعادن ومن الطاقة ومن المنتجات الزراعية ومن غيره. وبالتالي فالوجود الروسي في القارة الأفريقية له أهميته بالنسبة للروس، وفي إطار هذا العلاقات المصرية الروسية بتزداد قوة وتزداد يعني تعاملا. احنا عندنا محطة طبعة تأسس، ابتدينا معاهم 2015، منطقة صناعية في قناة السويس، والاستثمارات فيها تتجاوز، الاستثمارات الروسية فيها تتجاوز 7 مليار دولار. احنا متوقعين بكرة كتير من الاتفاقيات سيتم توقيعها في اطار التعاون بين افريقيا وبين بين روسيا. والرئيس الروسي راجل بيسعى دائما إلى أن تعود روسيا إلى قوتها، وتعود روسيا إلى وضعها الدولي السابق أيام الاتحاد السوفيتي، وتظل روسيا قوة مؤثرة في العالم، ويعود هذا بالنفع أيضا على القارة الأفريقية. بالتأكيد طبعا. بالتأكيد. أشكرك جزيل الشكر دكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية الأسبق.